يُمَتِّعُكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء أن إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء أن إن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا
بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إن في ذلك لآيات
كذلك يتم نعمته عليكم
كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن